كلمة واحدة، لربما وفرنا جهدا ووفرنا وقتا. الآن أتمنى أن نستفيد من ذلك في المنتدى الثاني الذي نتمنى أن تساهموا جميعا في تمويله لكي لا تضعونا في وضع حرج. أيها الإخوة الأعزاء، سنبدأ مباشرة في الجلسة الثانية، لأنه يبدو ما فيش أيضا بسبب الزليل ما فيش قهوة وشاي. بدكم استراحة بدون قهوة وشاي؟ نعطيكم استراحة. بدكم استراحة ربع ساعة؟ يلا معنا ربع ساعة. معنا الأخ عصام موسى أمين رابطة حق العودة قد أرسل رسالة، نبارك لكم نجاح المؤتمر ونتمنى منكم التأكيد على حق العودة. أصلا لا عدالة لفلسطين بدون عودة فلسطين أيضا، وكذلك الأمر أتتنا رسالة من أحد الإخوة المشاركين من العراق، هو الأخ الدكتور هاني الحديثي رئيس جمعية المثقفين والأكاديميين العراقيين. الأخ هاني أيضا يعني أي شغب في ثلاثة بيبين لأنه عدد الموجودين قليل، فبتمنى بس يكتروا خذوا راحتكم. الأخ الدكتور هاني الحديثي أرسل أيضا رسالة، بارك لكم وشد على أيديكم وأكد الوقوف معكم في إعادة ربط قضايا أمتنا العربية وإعادة توجيه الوصلة إلى اتجاه فلسطين باعتبارها كما كانت دائما قضية العرب المركزية. نتمنى أن يستعيد العراق وحدته ودوره القومي المعهود، لأن العراق لم يتخلى يوما عن نداء فلسطين. فأهلا وسهلا بالدكتور هاني وبكل الوفد العراقي الكبير الذي شاركنا من داخل العراق ومن خارج العراق. الآن كما تعلمون أمامنا تلاوة تقارير ورش العمل التي ناقشت أوراقا قدمها في موضوع التمييز العنصري الدكتور جورج جبور، وفي موضوع ملاحقة جناح النقيب عبد الرحمن بن عمر، وفي موضوع جرائم الاغتيالات الدكتور محمد طيب. وسيطلب منسقو هذه اللجان الثلاث تقارير ورشهم ليبنى عليها في الإعلان الذي سيتم إعداده من قبل المركز العربي لدولي التواصل، وسيزين بأسماء كل المشاركين في هذه المؤتمرات، لأن طبعا بين الختامي في توصيات اللجان وفي مقترحات أخرى أتت من خارج اللجان، فلا يجب أن يكون هذا التقرير مدروسا بعناية من قبل المركز العربي ومن قبل لجنة المتابعة التي تابعت التحضير لهذه المؤتمرات. نبدأ بالأخ عبد الغني هللو منسق لجنة الملاحقة. طبعا المفروض التقييم اجتمعت خلاص. تمت ورشة العمل بعنوان جرائم الحرب الصهيونية والجرائم ضد الإنسانية وسبل ملاحقة مرتكبيها قضائيا، بحضور ما يزيد عن 70 مشاركا. تم خلال الجلسة تقديم 14 مداخلة قدمت فيها من الجميع أفكارا قيمة تميزت فيها الأفكار والاقتراحات التي تقدم بها أصحاب الاختصاص.
وفي مجال تحديد الانتهاكات الصهيونية وجرائم الحرب ضد الإنسانية تم إبراز النقاط التالية: النقطة الأولى التغيير الديموغرافي الذي يتهدد هوية الأرض وشعبها المخالفة لكافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي تحرم أي تغييرات ديموغرافية في البلد الخاضع للاحتلال، ويبرز منها على نحو خاص سياسة الاستيطان ونهب الأرض التي تتبعها سلطات الاحتلال. النقطة الثانية الإبادة الجماعية، وهي فعل ارتكبته الحركة الصهيونية منذ ما قبل العام 48 واستمرت به حتى تاريخنا، آخرها كان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي ذهب ضحيته ما يزيد عن 2100 شهيد وعشرة آلاف جريح وآلاف المنازل المدمرة. النقطة الثالثة التمييز العنصري من خلال المراسيم والقوانين التي تصدرها سلطات الاحتلال ومسعاها من أجل فرض الاعتراف بيهودية الدولة، ما يؤثر على مجمل الفلسطينيين في مناطق 48 وفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. النقطة الرابعة منع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي يكفلها القانون الدولي والدول الإنساني الذي يعطي لكل شخص الحق في مغادرة موطنه والعودة إليه بأي وقت يشاء. خمسة الإجراءات القسرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تتعارض تعارضا تاما وصريحا مع اتفاقية جنيف الرابعة. وقد تقدم الأخوة المشاركون بمقترحات عملية لملاحقة الانتهاكات الصهيونية، أبرزها: النقطة الأولى إنشاء مراكز توثيق توثق جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني لدى كافة الجهات الرسمية والأهلية وضرورة التعاون فيما بينها، يعني بين الرسمي والأهلي. النقطة الثانية إنشاء لجان تحقيق تعنى بإتمام التحقيقات اللازمة إزاء كل جريمة وانتهاك إسرائيلي، يعني بالمباشر يقع الحدث يتم تشكيل لجنة تحقيق لتباشر مهامها وتقدم ما لديها من معطيات. وفي صدد ملاحقة مرتكبي الجرائم أكد المشاركون على ضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية والتي أبرز منها محكمة الجنايات الدولية والقضاء الوطني والولاية القضائية العالمية والأمم المتحدة للعمل على معاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها وعزلها على صعيد المجتمع الدولي. انتهى التقرير، شكرا. يسعد مساكم جميعا. الجلسة كانت حول عنصرية الكيان الصهيوني وسبل مناهضة التمييز العنصري والأبارتهايد الصهيوني. قدمها الأستاذ الدكتور جورج جبور وأدرت الجلسة. الحضور كان قريب من 20 من الأخوة الأعضاء وبعض الزائرين بين الحين والحين. وبعد أن قدم الأستاذ الدكتور جورج جبور تقديمه حول ورقة العمل المقدمة عنصرية الكيان الصهيوني وسبل مناهضة التمييز العنصري والأبارتهايد، تمت مناقشة واسعة من قبل الحاضرين. وملخص ما جرى من تأكيد على عنصرية الكيان الصهيوني وأن ما تقوم به إسرائيل الآن من أعمال عنصرية تؤكد على عنصرية الكيان الصهيوني. وقد تقدم المشتركون باقتراحات عملية تتحدث حول إعادة الاعتبار للقرار الأممي 3379
والذي يؤكد على عنصرية الصهيونية والكيان الصهيوني، وأن إسرائيل كيان عنصري على أساس أفعالها وليس على أساس الدين. ونستطيع الاستناد في ذلك إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والميثاق البرلمان العربي، لأن يأخذ دوره كبرلمان عربي حسب قرار اتخذ في دمشق 2009 كي يتابع عنصرية هذا الكيان الصهيوني. وهذا يتطلب من المؤتمرات الثلاث، المؤتمر القومي العربي والمؤتمر الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية والمنتدى، أن تتوصل إلى تشكيل آلية عملية للقيام بالضغط على البرلمانات والحكومات العربية والحكومات الصديقة من أجل إعادة الاعتبار للقرار 3379. كذلك تم التركيز على الحيثيات القانونية التي استند إليها مؤتمر دربان والتي ما زالت قائمة، كي نوثق هذه الحيثيات والمراجع من أجل الاعتماد عليها في حركتنا المستقبلية. وكذلك تم ربط القضية العنصرية وربطها بالحركات الشعبية المناهضة للاستيطان والكيان والمناهضة للمنتجات الإسرائيلية والمناهضة أيضا للجامعات الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان والاحتلال. وقد أكدت المقترحات بضرورة مساعدة حركة المقاطعة BDS والتنسيق معها، مع حركة المقاطعة أقصد، وتطوير العمل وتوسيعه وتزويدها بالمواد والمعلومات حول طبيعة الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني. وكذلك تم التأكيد على ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني إعلاميا وثقافيا ومعلوماتيا لكي تقوم بدورها على كافة الأصعدة من أجل فضح طبيعة هذا الكيان العنصري الصهيوني. ولا بد من التركيز أيضا على المناحي الثقافية والإعلامية، وأن المجتمعين يرون أن الوقت مناسب للانتقال من النظرية إلى التطبيق العملي من خلال وجود حركة عالمية حاليا تأخذ مجراها في العديد من الدول في العالم تساند عدالة قضية الشعب الفلسطيني والعدالة لفلسطين، من أجل أن يتم التركيز على ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وممارسات عنصرية بشكل يومي وبشكل دائم. أخذ بعين الاعتبار أيضا بضرورة العمل على التحضير لمئوية وعد بالفور، هذا القرار العنصري الذي أعطى الأرض لمن لا يستحق. وذلك يتم من خلال تشكيل لجنة أو سكرتارية أو هيئة تصدر عن هذا المنتدى للتحضير لمئوية وعد بالفور وخطورته. أيضا تم التأكيد على ضرورة أن يتم التعاون ما بين المؤتمرات الثلاث بشكل دائم لدعم كل النشاطات التي تؤكد وتعمل على فضح السياسات العنصرية الصهيونية الأبارتهايد. إن جرائم القتل الوحشي للأطفال واعتقالهم وعزل السكان هي أهم عناوين الأبارتهايد الصهيوني. من هنا أكد المجتمعون أن الحل النهائي هو قيام دولة فلسطين الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية، تكون المواطنة بكل أبنائها وتتمتع بالعدالة الاجتماعية والحرية. وشكرا. كيان الصهيوني. عدد الحضور المشاركين في الورشة 36 مشاركة. الدكتور محمد طي هو من قدم هذه الورقة، والدكتور علي قاسم كان مقررا. بعد أن استعرض الدكتور محمد طي عناوين الورقة التي قدمها وبعض التفاصيل التي جاءت بهذه العناوين، تقدم السادة المشاركين وعددهم 17 مشارك في مداخلات حول الورقة وعنوان والعناوين التي جاءت بها، وهي على الشكل التالي: ركزت المداخلات على